هذا الرحلة السفر هذا كاش حكو تخيله 50. قبل كل شيء فيه. لا عشان نوجيه للعيال يعني والناس نشوف قديش اللي صار. وهاي هذا خذ 100 100 شيكل. شو في طيب؟ شو الاغراض الموجودة فيه؟ 26 نوع. 26 نوع. مش مش مبين، مش واضح. وهذا اقل 100 بندو هذا 100 يعني هذول عليهم عروض. جبل بياض. اذا بدور على جبل بياض 100 شيكل. وين فوق جبل. السلام عليكم. بس انا عجبني بصراحة هذا. عجب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تعال فيها يا فندم. طب انتم حضرتوا للعيد بشكل ممتاز يعني يا ابو اياد. اه يا ورده. طب تعال احكي معنا كلمتين يا زلمه، مش كنا شو سويت شو حضرت للعيد؟ وانت تحكي مع الناس مش مشكله. طبعا البهارات وكل انواع عند الاخ ابو اياد. اه كل انواع البهارات عندك مش شي ناقص؟ حتى كزبره موجوده؟ مسكونه في حق. الله عليك ابو اياد والله لك رائع. طبعا انا جيب معك بقى الحلو عشان الناس تعيد اخوي. محل ابو اياد في مخيم الجلزون هو محل مشهور وكل بيجي عليه بس حوج من عنده. طبعا لازم بدرويش شو رايك في هذا المحل محل ابو اياد؟ والله ممتاز ابو اياد احسن من احسن من برضه المحل وصاحب المحل بنحطه على الراس. حكيت لي بقى اي شيء بدك اياه بتلاقيه موجود هنا ابو اي شيء اي شيء موجود بتلاقيه عند ابو اياد من الصغير للكبير. شكرا لك. بنحط الحلو للمخلوط هاي ما شاء الله. كل شيء موجود عند ابو اياد. الله يعطيه الصحة ابو اياد طبعا. جاهز ابو اياد. شو حضرته للعيد؟ كان طبعا كل عام وانت بخير ابو اياد صاحب المحل. ابو اياد انت طبعا مش بالجلزون ولكن فاتح في مخيم الجلزون وسميت هذا المحل ابو نسيم. قلت لي مره ليش؟ محلات النسيم طبعا اسم المحل، طيب ليش سميت هذا المحل بهذا الاسم؟ عشان المرحوم نسيم عشان الشهيد او المرحوم نسيم الخالدي. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب ويكون مثواه الجنه ونسيمك. طيب احنا بنسالك ابو اياد يعني شو حضرت للعيد للناس؟ طبعا تشكيلة حلو من هذا شايف ام ال 55 شكل هذه تشكيل الكيلو 55 شكل. طبعا كل الشوكولاتات على انواعها. هذا الوقت كله ابو اياد. طيب هون ابو اياد التشكيلة هذه ب 35 شيكل طالع شايف. هي هون تشكيلة ب 35 شيكل كيلو. طب بدكم زي ما بدكم. هذا الحلو نفس الشيء 25 هذاك. هذا الحلو صغير. تمام. وهذا ابو اياد هذا ب 35 هذا كمان ب 35 هذا لما نهن واحد حط هدايا شايف. ايوه بيضا كيلو مخلوطة كيلو حلو كيلو مخلوطة كيلو مخلوطة هدية لشخص بده يوزع على ناس يعني 30 هدية خذ 30 هدية طبعا اشترى من عندك وعلى حسابه طبعا. كثر الله خيره كثر الله خيره طبعا. هذا الرجل طبعا هو من جلزون ابو اياد فعل خير بلش لكل اسمه هذا طبعا. ابو اياد بالنسبه للبهارات اللي احنا حكينا عنها بهارات كل الانواع عندنا. بهارات كل 99 منها من صار خلاف في شيء بسيط بجيبها من اسرائيل. يا بشهي بشهي فعلا والله البهارات عند اخونا ابو اياد يعني شيء كل انواع البهارات شيء بشهي والله. طيب هذا ابو اياد هذا الحركوب طبعا هذا الكيلو هذا جبتكم اياه بالقدس بس موجود في جلزون. هذا الكيلو ب 18 هذا كيلو ب 18 شايف هيك كيلو 18 شايف. طلع يا جباله يا جباله يعني يا جباله بس دوقوا بس بعد الفطار طبعا ممنوع عليكم.
أو المخلوطة أبو ياد، عندك هاي المخلوطة. المخلوطة خمسة وأربعين. نشوف شوي هنا. بس نشوف الجنس. هذا أبو ياد اللي الكيلو بكم؟ 20. الكيلو بعشرين شيكل. بس هذا فيش تركي، هذا كله يتم من إسباني. نص يعني. يعني كأني أنا حاليا موجود بالقدس يا جماعة، يعني بخير بجنزوه كأني موجود في سوق القطانين بالقدس اللي صورت لكم إياه يوم الجمعة يا ناس، زي ما شفتوني يعني. طيب بالنسبة للمخلوط أبو ياد بكم الكيلو، وشو في عندك أنواع؟ الآن كل الأنواع عندي كيلو 45. نعم كيلو 45. طيب والبزل العادي؟ بزل بطيخة ب 40 بس كلها كسرة يعني مش من هي هذا كله كسرة. يعني كله يعني بقدر الناس تيجي تشتري من المخيم هذا يعني أهل المخيم جرزوه يشتروا عند أبو ياد. والحلو بهذا أبو ياد، أبو ياد شو هذا صحيح؟ هذا زيوت. زيوت ايش؟ في زيت قرفي، زيت فستق، في زيت بستان، في زيت يعني الزيوت يعني للجسم للمرض لشو؟ زيوت ايش يعني؟ ناس بيستعملوه يعني زيت الخروع عارفين زي ايش مثلا؟ ناس بيستعملوه باقي الظهر عارفينه؟ ناس بيستعملوه وصفات. اه ناس بيستعملوه للطبيخ عندك يعني كل انواع الزيوت. حلو ابو ياد. في عندك كمان ورود ابو ياد العاب يعني برضه؟ هدايا هذول هدايا شايفين حتى اشياء ما شاء الله المحل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. محل ابو ياد يعني كبير كل شيء موجود فيه. هذا البشبش هاي عليك يا ابو ياد ابو البشبش انت هيك الطين افتح لي ودير لي على الكتف هذا هذا القطين يا جماعه تركي هذا قطين تركي بكم الكيلو ابو ياد؟ 32 32 والبشبش 32 اه حلو حلو والله اسعار مناسبه يعني عندك ابو ياد فعلا اسعار في متناول الاسعار عندك متناول جميع يعني بقدر الانسان يشتروا ابو ياد نفس الشيء ابو ياد اه تفضل اخوي بياد اهلا وسهلا فيك تفضل ابو ياد باعتبارك زبون للمحل شو بتقول بالنسبه لمحل ابو ياد؟ هل كل شيء موجود؟ المحل والله يطرح البركه كل شيء 100% واسعار منافسه واسعار من الاخر خياليه خياليه حبيبي كل عام وانت بخير ابو وانت بخير حبيبنا بياني إيه شو اخبار الشغل عندك ولا عندك الحمد لله رب العالمين الله يرزقك ويعطيك الله يسعدك حبيبي عمو محمد وكاول الزحمان هذا بدي اتوجه لك كاوة الزحمان بس هذه القهوة قهوة الزحبان عندك فول مثلا شايف هذا عندك مياسي عندك ذرة عندك هذا بحرك نوية هذا الرز شايف عندك هذا يعني ابو ياد اللي بقصد انه انت عندك يعني محلك كمان يعني بتضبط عطارة بتبرز العطارة يعني يعني في عندك مثلا عندي مثلا شوف ورق جوافة ورق سدر عندي نعناع جاف عندي زعفر اورجانو عندي مرقة قوش عندي شيف هرزة شاي اخضر عندي مثلا عين الجرادة كل الانواع هذا النخوية في كل شيء مثلا كل ان شاء الله يفتح لك البركة شو؟ اه بهار كل انواع البهار حتى الهي البهار والحلو وال اها طيب ابو اياد بس تعال شوي هلا بالله خلينا نختم معك ابو اياد طبعا الله يفتح لك البركه كل عام بخير بمناسبه شهر رمضان وقرب عيد الفطر السعيد ان شاء الله يا ربي ربنا بيطرح لك البركه في محلك في عيالك وفي اولادك ان شاء الله رب العالمين طبعا هذا ابنك الله يخلي لك اياه ابن ابنك الله يخلي لك اياه كل عام وانت بخير طبعا كل بلا متابعي الاعلام عباد زين لو سمحت يا ابو الله يسعد عباد زين احكي كلمه ان شاء الله ينعاد علينا وعلى الجميع ويجي ان شاء الله رمضان الجاي تكون فلسطين محرره وان شاء الله
يبت الأوضاع أحسن من هذه الأوضاع. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. ويقبل الحياة أحسن وهدات البلد. إن شاء الله. تكون العام الجاي ويكون فلسطين قد تحرر وتدير الاحتلال يا رب العالمين. طيب سيدات وسادتي، كان حلقتنا اليوم مع أخونا أبو إياد محلات النسيم مخيم جلزون. أشكر حسن سبكم والمحل محل جميل طبعا. أهلا في قلب مخيم جلزون بقرب المسجد النور. أهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا الاشتراك بقناتي العلامة بازل، تفعيل الجرس، لا تنسوا اللايك. شكرا وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام أنتم بخير شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.